يعود إلينا مرة أخرى دكتور أشرف العكة الخبير في العلاقات الدولية. مرحبا بك يا دكتور العكة، هل تسمعني هذه المرة؟ نعم أسمعك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أبدأ معك من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الذي تابعناه منذ قليل، وأبدأ من النقطة المتعلقة بفتح أفاق جديدة للتسوية، أهمية العمل على استئناف عملية السلام. هذه مصطلحات كانت قد غابت عن السردية الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية على مدار العامين الثلاثة الماضيين دكتور العك، الآن تعود وبقوة إلى الواجهة. كيف يتم استغلال ما حدث في 7 أكتوبر من أجل ضخ قوة ودفعة جديدة للقضية الفلسطينية ومسار السلام؟ هي رسالة للعالم ولكل القوى الفاعلة في النظام العالمي أن تجنح إلى ذلك السلام العالمي المنشود، بدل من أن أن نتبع الولايات المتحدة بسياساتها التي قد تذهب بالعالم إلى مربع الأزمات العالمية وإلى معادلات صفرية لا تحمد عقباها. وبالتالي هنا يلخص الرئيس السيسي مطالب الأمة العربية بضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا عبر مسار السلام والتسوية وعبر الحلول العقلانية المنطقية التي لا تصدر الأزمات ولا تعلن وتكتتح الحروب في هذه المنطقة التي تحتاج إلى الأمن والاستقرار وللعيش بسلام. هذا ما يجب أن يتم الحديث عنه، وهذا ما حددوا بشكل واضح، وحدد بشكل واضح تلك المخاطر التي التي يقوم بها هذا الاحتلال بتلك الأفكار وتلك المخططات التي تريد تصدير أزمات داخلية إلى المنطقة وتريد تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي إعلان واضح، لا يمكن لنا أن نقبل بأي شكل من الأشكال تصفية القضية الفلسطينية. هي اختزال لكل تلك المواقف العقلانية على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة. هذا الموقف المصري اليوم ينظر له الفلسطينيون وكل أحرار العالم بقوة وبمسؤولية وبجرأة وبعقلانية وبحكمة تجنب المنطقة والعالم ويلات الحروب والدمار. طيب أيضا النقطة المتعلقة بأنه المرجعيات التي تحكم هذه القضية، سواء ما يتعلق باتفاقيات السلام التي تم توقيعها، باتفاق أوسلو، بالمبادرة العربية لعام 2002، لافت أنه تم تجاوز المرجعيات التي تدعو إلى السلام بالفعل. إلى أي مدى المجتمع الدولي يعود مرة أخرى للمرجعيات التي كان قد وافق هو عليها وكان جزءا منها؟ نعم، هذا المجتمع الدولي عاجز أنا بتقديري، ولكن هذه الدعوة المصرية حتى من خلال القمة الإقليمية أو العالمية التي سترعاها مصر خلال الأيام القادمة هي التي ستحدد مسارات الفعل والعمل والتوجهات العالمية وفق تلك المرتكزات والأسس التي تقيم للسلام العادل والشامل تلك الأدوار والمكانة في حيز هذه المنطقة. ما دون ذلك أنا بتقديري أن القيادة المصرية تعلم تماما أن الآليات الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي ومن خلال الآليات القائمة الآن هي ستصطدم بتلك بذلك الفيتو الأمريكي، ونلاحظ ذلك الدعم الأمريكي الغربي لإسرائيل. هل الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآن يريدون أن يعودوا إلى مسار السلام والحياة والتعايش واحترام مبادرة السلام العربية التي فيها من احتضان إسرائيل وأقلم وجعلها جزء من الإقليم، ولكن مقابل الحقوق المشروعة والمطالب العربية المشروعة في كل المسائل والمنطقة، وقضايا السلام لها علاقة في الأراضي اللبنانية والأراضي السورية وكل القضايا الخلافية بما فيها الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. إذن كل القضايا مطروحة ومثبتة، وفي هناك مرتكزات وفي هناك قرارات دولية تحتاج إلى حيز التنفيذ الفعلي، لا نحتاج إلى تفاهمات جديدة، نحتاج إلى آليات هذا التطبيق. آليات التطبيق تعني بالضرورة إجبار إسرائيل على تطبيقها. من يحمي إسرائيل ويعطل إرسال قوات حماية دولية أو قوات حفظ سلام دولية أو هذا هو عجز مجلس الأمن الدولي وعجز الآلية الدولية القائمة الآن بفعل ذلك الفيتو الأمريكي ودعم بعض الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عن جهية إسرائيل وسياساتها لأنها تخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. هذا المشروع قائم على الاستعمار، قائم على التهجير، قائم على اختلاع الشعب الفلسطيني وعلى تصفية القضية الفلسطينية. ولكن دعيني بهذا الخطاب أقول أن هي رسالة أخيرة وواضحة لهذا العالم، ولا تقبل التأويل ولا تقبل أي شكل من أشكال النقاش. إذا أراد العالم أن يجنب هذه المنطقة
ويلات الحروب واتساع هذا الذراع الدائر، وقف الجرائم الإنسانية، الجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. بس دكتور العكا اسمح لي، يعني البعض قد يقول قائل أنه لا، يعني إسرائيل من ورائها الولايات المتحدة الأمريكية اهتمتا بالسلام، بدليل الدعم الذي قدم يعني الحراك الذي حدث فيما يتعلق بإبرام إسرائيل لعدد من اتفاقات السلام مع عدد من الدول العربية في المنطقة. هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية اهتمت بسلام إسرائيل مع عدد من الدول العربية على حساب اهتمامها بالسلام مع الفلسطينيين؟ نعم، وأعطت أولوية لذلك من اتفاقيات أبراهام ومشروع والتطبيع مع السعودية الذي كان قد يجري، يعني وكل المخطط الإسرائيلي الأمريكي كيف يمكن. أعتذر منك دكتور العكا، فقد أشير إلى هذه المشاهد التي نتابعها على الشاشة من رفح مباشرة، وتأدية صلاة الغائب من أعضاء التحالف الوطني في مصر عند بوابة معبر رفح على أرواح الشهداء الذين قضوا بالأمس، فقدوا في القصف الدموي على المستشفى المعمداني في غزة، وراح ضحيته ما يقرب من 500 شهيد. نرى لافتات تأييد حتى يعني على الأرض مكتوب عليها، يعني إذا كنت أستطيع المشاهدة بشكل صحيح، مرابطون حتى الإغاثة. أعود إليك مرة أخرى دكتور العكا، تفضل أكمل فكرتك لو سمحت. الولايات المتحدة حاولت أن تقيم للتعاون الإقليمي والازدهار الإقليمي كما روج له إبان عهد ترامب بهذه المسألة التي يمكن لها أن تدمج إسرائيل في المنطقة، ولكن بعيدا عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. كل تلك الآليات، كل تلك الأطروحات والاستيرادات لم يعني هي نتيجتها، هذه النتيجة الأساسية ما نشهد الآن في قطاع غزة، تجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تجاوز حل الدولتين. كل هذه الأفكار هي التي أتت بهذا الشكل من الصراع الذي نعيش الآن، وهي أعطت أولوية نعم لهذا الاهتمام على قاعدة تصفية القضية الفلسطينية وتلك الأفكار يعني الشيطانية الإسرائيلية التي تقنع فيها بعض أروقة الإدارة الأمريكية وبعض اللوبيات في الكونغرس من أجل الدفع بالمنطقة أن تقيم علاقات، وروج نتنياهو أنه يستطيع أن يقيم السلام مع العرب دون الفلسطينيين، وهذا ما تحدث به في الأمم المتحدة حول ذلك. هذه الشعارات وهذه الأطروحات وهذه الأكاذيب الإسرائيلية لا تنطلي على المنطقة. نعم. وخير دليل ما نشهد الآن من أحداث في قطاع غزة. شعبنا في قطاع غزة يحتاج للحرية والاستقلال وإلى فك الحصار وإلى وقف العدوان الآن وإلى فتح ممرات إنسانية وإلى حمايته من ذلك العدوان والطغيان. نعم. قطر الغربية تحتاج إلى تفكيك الاستيطان وإلى ولا إعطاء فرصة لاقتصادنا الفلسطيني ولدولتنا الفلسطينية أن تقام وتنشأ ذات سيادة وذات يعني امتداد جغرافي. نعم. هذا ما يجب أن يتم الحديث. طيب. دكتور عكا، في يعني سؤالي الأخير لحضرتك يتعلق بكلمة جو بايدن أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار يعني إلى مقارنة حماس بداعش وهي سردية يعني استمعنا إليها إسرائيليا وأمريكيا في على مدار الأيام الماضية، وأشار طبعا إلى دعم مستمر إلى إسرائيل، وأيضا أشار إلى أنه الجانب الآخر بين علامتي التنصيص ربما يكون هو المسؤول عن القصف الذي شهده مستشفى المعمداني بالأمس. في عجالة، في خطوط عريضة، كيف رأيت، كيف تقيم هذه الكلمة؟ هذه كلمة يعني نحن متوقعينها تماما. هذه أمريكا تدعم إسرائيل بشكل واضح، إسرائيل وأمريكا وجهين لعملة واحدة. الآن الولايات المتحدة تحاول تبرئة إسرائيل من جرائمها، وتحاول تحميل الفلسطينيين مسؤولية هذه الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء شعبنا. هذا اللي ينطلي على العالم، هذه التردية وهذه الرواية وهذه الأكاذيب لن تنطلي. الولايات المتحدة، ودعيني أقول بشكل أتمنى أن أكون يعني توقعاتي وتقديراتي ليست دقيقة، تحاول الآن أن تقود المنطقة والعالم إلى أتون صراعات. عندما نسمع بوتين يقول والرئيس المصري يقول أن أمريكا لا تسعى إلى تحقيق أي شكل من أشكال السلام العالمي ولا تريد أي تسوية في ملفات الصراعات العالمية والإقليمية، الآن يعني بايدن يقول للعالم من يتجرأ على إسرائيل سنبيده، وهي تهديد لكل دول المنطقة، وأن مخططات إسرائيل وكل أشكال الحماية والدعم والغطاء السياسي والدبلوماسي ستمنح
على شيك من بياض لإسرائيل لتفعل ما تفعل بالشعب الفلسطيني. بشكرك جزيل الشكر دكتور أشرف العكة الخبير في العلاقات الدولية، حدثنا من رام الله.